ادوا حيلكم رجالة. الهمة قول. بسم الله ما شاء الله. انتوا بتعملوا عندكم ايه؟ انت اللي فينه بتعملوا ايه؟ ليه؟ لبيتي يلا اطلع بره يلا. انا المقدم حمدي ناجي من مباحث المديرية. وانا الرائد رؤوف فايز. هاتوه. يلا. 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 يا واقع مجندلة. وقعتك. يلا يلا. يلا يلا. اطلع يلا. يلا يلا. يلا 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 انت كنت بتحفر في البيت بتدور على اثار يا عمده مش كده؟ يا بيه اثار ايه وبتاع ايه؟ انا راجل عمده ومسؤول مش بتاع الكلام ده. ما بلاش لف ودوران عليا يا عمده. انت نشاطك مرصود واحنا متابعينه من فتره. من ايام زمان لما كنت بتتاجر في الاثار تبيع وتشتري وبعدين خفت فقلت تمشي في سكه البحث عن الاثار. يا باشا يا باشا الحكايه مش كده. تنسيتني ولا ايه يا عمده؟ شكلك نسيتني ومحتاج ان انا افكرك. انا اول ما اتخرجت من كلية الشرطة اتعينت عندكم هنا مركز نجع حمادي. وقت ما اخوك دياب ما ضرب نار على النقيب ناصر وهو طرده وهو شايل معاه اثار وسلاح. وبعدين رجعت مديرية امن هنا. من تاني يا عم؟ يا باشا يا باشا انا ما اعرفش اي حاجة من اللي انت بتقوله ده خالص. تعرف ولا ما تعرفش ده موضوع يخصك ما يخصنيش. شوف بقى نتيجة اللي انت بتعمله. اولا هتترفض من العمودية وبعديها قضية وسجن كمان وعند اللي يشهد على تجارتك في الاثار. ثم ان المنطقة اللي انت بتحفر فيها دي منطقة اثرية ممنوع اصلا فيها الحفر ودي لوحديها فيها سجن. ده غير السجاير المحشية حشيش اللي لقيناها معاك ودي لوحدها قضية تانية. وبعديها تبقى فضيحه لسياده النايب هارون صفوان والدك يا حضره العمده اللي بطل تجاره اثار من زمان علشان خاطر مركزه. احنا عارفين ان والدك ما يعرفش اي حاجه عن شغلك دلوقتي في الاثار. شوف انت بقى لو خد خبر باللي انت بتعمله وان انت بتهدد مستقبله السياسي. باشا باشا انا تحت امرك في اي حاجه بس بلاش حكايه الفضايح والجرايد والكلام ده وبلاش ابوي يعرف اي حاجه. حلو كده بقى احنا نعرف نتفاهم. نتفاهموا في ايه؟ يعني انت ورجالتك تشدوا لنا حيلكم وتخلصوا لنا حفر وبعون الله هتلاقي اللي انت بتدور عليه يا عمرو. يعني هتسيبني امشي من هنا؟ لا مش انت لوحدك انت ورجالتك كمان. شكر يا باشا تشكر الجميل ده مش هنساه طول عمري. شكر يا باشا لازم. السلام عليكم. استنى ايه يا راجل؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ يعني ايه يا بيه؟ يعني ايه؟ يعني انت هتمضي لنا على الورقه دي؟ ورقه؟ ورقه ايه دي؟ طب ما انت تاخد تقرا. ايه ده؟ قرار اني بتاجر في الاثار وبحفر في بيت ملك عن الاثار ايه ده يا بيه؟ الورقة دي توديني في داهية. هتمضي يا عمدة. وأوعدك إن الورقة دي بعد كده هتتشال في الحبس والصوم. أيوة يا باشا. بس يعني
لزوم وايه الورقه دي من اساسه؟ والله لو مش عايز تمضي براحتك، بس ساعتها هبقى مضطر ان انا اعمل لك محضر واحولك للنيابه. العمال اللي كانوا بيحفروا لسه عندي لغايه دلوقتي، وعلى استعداد ان هم يشهدوا انك كنت بتحفر في منطقه اثريه وبتدور على اثار. قلت ايه يا عمده؟ ماشي كلامك يا بيه، انا همضي. مش فاهم اي حاجه خالص، انت ليه ما حبستوش؟ وايه فايده الورقه اللي مضى عليها دي؟ ما انا حسبتها كويس قوي يا رؤوف، لو كنت حبست حمدان كان هارون بيه ابوه طلعه من القضيه دي زي الشعره من العجين. انت عارف طبعا علاقه ابوه بمدير الامن وحتى بالوزاره كلها. ولنفرض يا باشا، لكن برضه عايز اعرف مغزى الورقه ايه لازمتها. قلت جايز احتاجه في يوم من الايام في مصلحه، قضيه سلاح ولا حتى تهريب اثار، ممكن يساعدنا فيها تحت تهديد وضغط الورقة دي، وبكده هيبقى طلعنا بحاجة من وراه. بسم الله ما شاء الله، حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام، بزياداكي خنقتني من العفرة. وهو في أحسن من البخور عشان أرجيكي من الحسد؟ ما تخافيش علي، عيني عليكي برد. صالح طمني، صبيتوا قواعد البرج؟ جوام يا صالح، عايزين نخلص من البرج جواب. لا عفارم عليك، ليك الحلاوة يا ضنايا. خلص شغل وارجع على البيت جوام، ما تتأخرش. مع السلامة. صالح بيقولي انه باع اول دورين من البرج. الف الف مبروك. حمدان مالك؟ ايه اللي جايبك بدري؟ ومال وشك مخطوف كده؟ تشكر يا ولد. انت متوكد من الحديد ده؟ ايوه يا حجة، فرجوة زينب عايش على الجزيرة اللي هارون حط يده عليها من زمان. عشان ابديه ما عرفش يوصل لمكان وخف عني السنين اللي فاتت دي. طب احنا هنستنوا ايه؟ جهز نفسك بكره هنسافروله. ما ينفعش، ده مش واد زينب اللي تعرفيه، دول بيقولوا بقى ديب سهران وعايش على الجزيرة ومعاه منصر وولاد ليل من اللي شغالين مع هارون. معلوم، ورباية مين؟ رباية هارون. بس برضك وصية امه. الحكاية مش بالسهل كده، استني سبينا نرتبها لك ويبقى ساعتها يحلها الف حلاق. بالامانه ما تعوقش علي. حاضر يا خيتي ان شاء الله. ما قدرتش اقول له لا يا خلاص، ما قدرتش اقول له لا. ما تضلني على الورقه اللي هتوديني في 60 داهيه. انت اتجننت؟ كيف تمضي على ورقه زي دي؟ اعمل له ايه؟ خفت مني؟ خفت؟ وانا اللي بقول عليك سبعي؟ وبعدها لك يا خلاص، انا مش ناقص. بس تفتكري يعني الورقة اللي انا مضيت عليها دي تفتكري ممكن يعمل بيها ايه؟ اكيد مستني منك حاجة. حاجة؟ حاجة ايه دي؟ انت ما خدتش بالك من كلام الضابط لما قال لك كمل حفر والقى اللي بتدور عليه؟ ما
فكرتش معنى الكلام ده ايه؟ فيش حاجة جت على بالي يعني. عشان مخك صد، ما اشتغلش غير ساعة موضوع اخوك يحيى، وبعديها شلته من راسك ورميته. وبعدها لك اخلاص، قلت لك انا مش ناقص كفاية. الظابط ده عاوز حاجة من المجبر اللي احنا هنلاقيها، وساعتها هيقول لك نصيبي فين. ما دام عارف ومتأكد إننا بنشتغل في الأثرات من قبل سابق. يا بوي صح، عندك حق، زي الحكاية دي ما جاتش على بالي قبل كده. أديني وعيتك على اللي فيها. عموما اللي حصل خير. خير؟ خير كيف يعني؟ بتشتغل في حمى الحكومة، محدش هيقدر يقرب لك ولا يقول لك تلت التلاتة كام. ايوه بس احنا هندوا الضابط ده حاجه من الاثرات اللي هنلاقوها؟ حاجه صغيره تسد بيها خشمه، مش هو اللي حميك. انا بس عاوز اعرف مين اللي قال له اني بحفر وبدور على اثرات؟ يكونش عياش. عياش ده ايه؟ ايوه اكيد هو عياش، عاوز ينتقم مني بعد اللي عملته فيه قبل سابق. انت نسيت ان عياش طلع من السجن اديله كام سنه، رجع يشتغل مع أولاد الليل في الجبل، ولو عارف حاجة زي دي عنك ما كانش استنى كل السنين دي. عندك حق. أمال مين؟